في كتير مفهوم غلط عن شفط الدهن خصوصا بالمنطقة العربية اللي نحن فيها، اللي هن بيعتبروا انه شفط الدهن هو طريقة المثلى لفقدان الوزن. بالحقيقة شفط الدهن هو بيكون لأشخاص معينين، لأشخاص وزنهم هو ثابت، وزنهم طبيعي تقريبا، وعندهم مناطق دهنية ما عم تنشال بالرياضة وبالرجيم. مشان هيك هول الناس نحنا بننصحهم بشفط الدهن، لأنه هني إذا ما شفطوا هيدا الدهن المخزن عمره سنين ما بيروح وحده ولا بشكل من الأشكال، وما بيروح إلا بنحت وترسيم وشفط هالنوع من الدهون. فإذا شفط الدهن هو منه للتنحيف، هيدي فكرة كتير غلط. إنسان ناصح ممنوع ينعمل له شفط دهن. الحكمة اللي بيعملوا في كتير بالعالم بيقبلوا يعملوا شفط دهون لناس ناصحين بيسحبوا لهم عدد كتير من التورة، وهيدا شيء كتير غلط وكتير خطير على حياة الشخص اللي عم ينعمل له العملية. بالنهاية شفط الدهن هو ترسيم للجسم أكتر من هو تنحيف. ما في شيء اسمه تنحيف بالشفط، في شيء اسمه شد البطن، اكيد هيدي عمليه جراحيه كبيره مفهومه غير نهائيا عن الشفط، فيها جرح كبير. هون فيني اقول اكيد هالكميه الجلد الكبيره بتنشال. شفط الدهن بده يكون عند شخص ما عنده زياده جلد، يعني عنده كميات دهن مخزنه ما عم بتروح معه، مثل ما قلت، لا بالرياضة ولا بالدايت، عم نشلو إياها، عم نساعده يخلص منها. أما إذا عنده زيادة جلد لما ينشفط الدهن بفترة، يعني شخص يفقد كمية لتر دهن بفترة قصيرة، بفترة ساعة عبر العملية، الجلد الزايد وين بده يروح؟ أكيد بده يترهل، بده يهبط، أو بده يصير عنده من برا تموجات بتبين للعين. لما الشخص بيطلع بحاله بالمراية بيلاقي حاله أضعف، بس بيلاقي حاله عنده تموجات على جلده. ما تفوتوا وتحضروا كتير عمليات تجميل على النت. إذا في أي سؤال في ناس بروفيشنال بتجوا بتقعدوا قدامهم وهني بيجاوبوكم حسب حالتكم، مش حسب اللي بتشوفوه على اليوتيوب ولا على السوشيال ميديا. بس هيدي شغلة كتير مهمة نخبرها للعالم، ما تروحوا بعيد ولا تتفرجوا على عمليات غيركم، لأنه ما لح تطلعوا مثلهم على الأكيد.